السلام عليكم. اليوم جبت لكم فطايه مالطخين اللي تشربوا بهم بالقهوه. نبداو في المقادير. كيلو فرينه، مغرفه صغيره تاع لافور جيبيك، شويه ملح، مغرفه كبيره تاع السكر، ومغرفه كبيره تاع ياغورت ناتشورال، وتتلم بالماء. تحب تندلك مليح، وللتبريق الزبده والزيت، ونحلوها بسميد رقيق. نبداو في التحضير. كيلو فرينه نواسي في الوسط هكذا، نواسي هذيك لا ليغ شيمي غرفه صغيره، نواسي شويه ملح على حسب هذاك الكيلو، نواسي مغرفه سكر هاي معبرتها، ونواسي هذيك المغرفة كبيرة تاع ياغورت ناتشورال. وفي العجينة نواسي شوية ماشي حاجة، مغرفة صغيرة تاع بين الزيت والزبدة، غير هكذا ماشي حاجة. هكذا نبسس هادو هكذا، كاع ديك المقادير في الفرينه نلمها بالماء. تطلب الماء، انا خاصه درتها لكم بيدي باش نوري هاد الجي تاع دروق لي كل حاجه تندر باليد، ونوريها لهم كيفاش تندلك. هذه حاجه مهمه للعجين. في زمان الشتاء هذا بيكم الماء يكون شويه دافي، في الصيف ما عندكم حاجه. هكذا تقعدوا تخمو فيها. هاد الفطايا راكم تشوفوا فيهم درتهم غير بالفرينه، ما فيهمش سميد. شمها بشويه ماء جهد بزاف، واش واحد من اللي طاير لازم حشويه تاعك ماشي حاجه. ولا شتو روحكم ما تنجموش تعجنوا، تنجموا تلموها وتغطيوها وتخليوها تريح، ومن بعد عاودوا لي لها ثلاث خطرات اربعه تسيبوها انطلقت. ها بعد ما كنت تشوفوا العجينه تاعي دلكتها وسلها الماء ثلاث ساعات، نزيد لها الماء ونعاود نغسلها كما بغيت لكم. هكذا حتى تشوفوها تزلق من يدكم، وما تكترولهاش الماء بزاف بزاف، ماشي كي بعد كي تحلوها تسقطها، يعني نتوما تعرفوا تحكموا بالماء. هكذا راكم تشوفوها حتى تولي تزلق، حتى تولي تشوفوها هكذا، ونقطعهم دي بو شوية كبار هكذا. نشد هذيك الزبدة والزيت نحركوهم شوية، لازم تخلطوهم هكذا، ونسيو هكذا فوق هكذا.
وغطيهم وخليهم يريحوا نص ساعه. بعد ما ارتحت لي العجينه وبرزت لي واحد نص ساعه ماشي كتر، خاطر هذه فرينه ماهيش سميد، نخلطوا هذيك القاروره تاعنا اللي فيها الزبده والزيت، نكونوا وجدنا كيف كيف سنيوا وجدنا فيها بلاستيك كيف كيف، باش كي نواسيوهم نزيد نخليوهم يبوزيو شويه باش نبدا نطيبوهم، ماشي ديريكت نطيبوهم. هكذا نبداو بسم الله. نوسي لك شويه زبده والزيت ماشي حاجه، في الاول نخليوها تسخن مليح مليح. بعد ما راكم تشوفوا فيهم طابولي ها شابين، كي توسيهم في المقله تاعكم ولا في الطاجين ولا غير تحطوا وحده غير تشد شويه قلبوها، غير تشد شويه قلبوها، قعدوا واسيو هكذا في المرحله ديروا قلبوهم، قعدوا غير قلبوهم باش يتنفخوا لكم ويجوكم فيتي. ها راكم تشوفوا ها ها هاكم وحده وحده ها ها يجوا خفاف يجوا مرقين شابين. وهذيك لاستيس تاع السميد ان شاء الله تسيوها وين تكلو بالعسل بالحر والمعجون، هذيك واحد وذوق تاعو، وان شاء الله يعجبكم الفيديو ونخليكم في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.